ده فيما يتعلق بمباراه القمه، لان ده في الحقيقه حديث الساعه والناس كلها بتتكلم في الجزئيه دي بعد الاخبار اللي خرجت امبارح واخبار غير رسميه. خلينا ناكد تاني وتالت وعاشر. بالتالي النادي الاهلي بيستعد بشكل طبيعي جدا لمباراه الزمالك. احنا عارفين امبارح كان في مباراه وديه مع نادي الاعلاميين في استاد مختار التتش بالجزيره، النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بنتيجه 1-0 لهدف لوليد ازارو نجم هجوم النادي الاهلي، والواضح ان هو في طريقه للعوده باذن الله انه يكون مؤثر في تشكيل النادي الاهلي. امبارح كان في مكاسب كتيره ابرزها طبعا ازارو، ابرزها كمان عوده محمد محمود ومشاركته في جزء كبير من المباراه، نفس الحال بالنسبه لسعد سمير ومشاركته في الجزء الثاني. مستر فايلر استقر او اطمن بشكل كبير جدا على حاله عدد كبير من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي من خلال المباراه الوديه بالامس، واكيد هو عامل لنفسه سيناريو معين لمباراه القمه ان شاء الله باذن الله يوم السبت القادم. استعدادات مستمره، النهارده مران النادي الاهلي في تمام الساعه 5 مساء بحضور الدوليين، واحنا عارفين ان كان في مباريات هنتكلم عليها، مباراه المنتخب الاول المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي اتكلمنا عليه امبارح لكن هنتكلم عن المنتخب الاول، لكن لازم دايما نطمن على استعدادات النادي الاهلي. علشان كده خليني اروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. عليك زميل امين، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا كريم، طمنا استعدادات النادي الاهلي لمباراه القمه وايه الاخبار عندك في تدريب هذه اللحظات؟ كالعاده طبعا يا امير كلها الاستعدادات كلها جديه وكلها حماس كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. انا عايز ابدا معاك في البدايه خالص قبل انطلاق المران، كعاده الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي رغم التعب والارهاق لكن رسائله المستمره وتواجده الدائم في المباريات الصعبه وفي تحفيز اللاعبين، النهارده كان متواجد وحرص انه يكون متواجد في انطلاق المران، اجتمع باللعيبه يمكن خمس دقائق سريعه كده مع مستر فايلر وكابتن سيد والجهاز بالكامل. الحديث كله امير كان على اهميه هذه المباراه، قال للعيبه بالتحديد لابد يكون في فصل، ما تركزوش في اي امور خارجه استعدادنا فقط لا غير للمباراه، المباراه تؤجل ما تؤجلش ده ما يشغلناش خالص، يشغلنا فقط ان احنا نكون في قمه الحماس في قمه الجديه. روح الفانيله الحمراء ان شاء الله تبان، الراجل اشاد بيهم كابتن بيبو الحقيقه في التدريبات واشاد باللعيبه المنتخب اللي باكد لك كل لعيبه المنتخب يا امير سواء منتخب الاولمبي او منتخبنا الاول متواجده في المران بعد انتهاء طبعا المباريات الوديه الاخيره، يعني رمضان متواجد، مصطفى شوبير، عمار حمدي، صلاح محسن، ده بالنسبه للمنتخب الاولمبي، وايضا كمان كل اللعيبه في المنتخب الاول متواجده. لكن انت عارف طبعا النهارده التدريب اللعيبه اللي شاركت في المباراتين بالنسبه للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول تدريب خفيف جدا بالنسبه لهم، ما كانش في اي تدريبات قويه، هي الجري طبعا حوالين الملعب ومنها مباشره الى تدريبات خفيفه، مخطط ثلج، جيم، كلها حاجات طبعا ريكفري للاعبين. اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي العدد طبعا قليل شويه لان كل اللعيبه اللي انا باكد عليها ان هي كانت متواجده خبات مش هتشارك في التمرين بالكامل نظرا لحاله الارهاق، لكن الكل امير مركز بشكل كبير، مستر فايرال بيحاول ان هو طبعا مع الحاجات النظريه والحاجات العمليه محاضرات الفيديو بيحاول بشكل كبير جدا يقف على كل كبيره وصغيره. مباراه الزمالك المباراه الثانيه هتكون لها حسابات فنيه كثيره، خلاص المباراه الاولى الناس شافت بعض، ميتش بص على الاهلي، فايلر بص على الزمالك، المباراه كانت في ارض الملعب، فاكيد بنتمنى تكون في مفاجاه جديده زي مفاجاه اداء المباراه الاولى ان شاء الله باذن الله. امير عندنا ثقه في كل اللعيبه، الامور كلها باذن الله بتبقى في مصلحه النادي الاهلي، لكن الاهم ان المباراه تقام، يعني ده الاهم طبعا. بنتمنى ان شاء الله بالظبط يا امير، يعني بنتمنى ان شاء الله باذن الله، لسه في بكره ولسه في الخميس ولسه في الجمعه، بنتمنى ان شاء الله باذن الله يصل خطاب رسمي للاتحاد الكره ومنه الى النادي الاهلي باقامه المباراه سواء في القاهره او في برج العرب. النادي الاهلي يعني مرحب في الاثنين سواء القاهره او برج العرب يكون المباراه بدون جمهور او بجمهور، لكن لابد ان احنا نحترم جدول الدوري العام اللي اتاكد ان يكون كل المباريات في ميعادها. استاد القاهره بنامل ان احنا نكون مباراه تكون في استاد القاهره، لكن هنحترم اكيد وجهه نظر الامن في برج العرب او في القاهره ان شاء الله باذن الله، تكون فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي. انا معاك زميلي امير لو فيها استفسارات. فقرات التدريب عباره عن ايه النهارده يا كريم؟ النهارده يمكن التدريب جري بسيط كده، يعني نقدر نقول 7 أو 8 دقائق جري ومجموعات بالكوره، يعني في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كلها مربعات، يعني 8 و2 في النص كده بالنسبه للتدريبات. حراسه المرمى يمكن يعني الشناوي هو الوحيد اللي مريح بالنسبه للتدريبات، بيجري فقط لغير حول الملعب، لكن مصطفى شوبير متواجد، علي لطفي متواجد، كل الحراس المرمى متواجد، احمد طارق النهارده التدريب لسه كمان، يعني في الجزء الاول المربعات لسه شغاله، لكن واضح ان الراجل هيحاول ان هو يبقى فيه بعض
التصويب على المرمى، بعض الفرصات البسيطه جدا للاعبين. انت عارف برضه يمكن مباراه الامس الاعلاميين في عدد كبير من اللعيبه شاركت في المباراه كامله، فالنهارده يعني ان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه قويه يستفيد منها النادي الاهلي وايضا كمان يستفيد منها اللاعبين ان شاء الله. طيب كريم، طمن جمهور النادي الاهلي على رمضان صبحي، لان احنا زي ما احنا عارفين مباراه المنتخب الاولمبي اول امبارح امام جنوب افريقيا، مع نهايه المباراه كده الكاميرا جابت رمضان وهو يعني بيتالم شويه، او الدكتور كان معاه طبيب المنتخب الاولمبي والناس قالت انه اجهاد خفيف، هل رمضان بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي؟ طمنا وطمن جمهور الاهلي يا كريم. باكد لك يا ميرو، بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، رمضان يمكن حاله الاجهاد البسيطه اللي اشتكى منها في المباراه الاخيره يمكن زالت تماما. النهارده رمضان بيشارك في التدريبات في المربعات متواجد. رمضان من اللعيبه اللي عندها اصرار وعندها تحدي وروح كبيره جدا، حتى ما بيشعر باي حاجه بسيطه يتحامل على نفسه، لكن همنا طبعا سلامه اللاعب في الاول وفي الاخر ان يكون جاهز فنيا وبدنيا لهذه المباراه. انا باكد لك رمضان ان شاء الله يكون عنصر مفاجاه وعنصر مهم جدا كعادته في مباريات القمه، مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله يعني النهارده وعلى لغايه يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ربنا يبعد الاصابات عن كل اللعيبه، ما حدش يبقى فيه عنده حاله اجهاد، لكن باكد لك امير من جديد رمضان صبحي جاهز بشكل كبير بجانب عمرو السوليه اللي بيعلن كمان جاهزيته لهذه المباراه. متولي اللي بعيد شويه ها؟ لسه يعني متولي طبعا تنزل في العضله الخلفيه في تأني كبير جدا، والراجل ماشي بس هو ماشي في مراحل متطوره وماشي بشكل كبير جدا، لكن لسه شويه يا امين يعني ننتظر وان شاء الله الفتره اللي جايه بالنسبه لمحمود متولي ومحمد محمود كمان. يعني قبل ما انهي معاك المكالمه، محمد محمود من الواضح ومن اللي احنا شايفينه انه هيكون ليه مكان في القائمه الخاصه بمباراه الاهلي والزمالك سواء على دكه البدلاء او يكون متواجد في القائمه بعد ظهوره الرائع والمميز في المباراه الاخيره مباراه الاعلاميين. يعني لعيبه كتير كانت بعيده، بنتمنى محمد محمود يخش ان شاء الله سريعا ياخد دوره ويكون منافسه قويه جدا، لكن كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. زميلنا المتالق دائما كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا.